الساعه 1:30 او 2:15 تقريبا بدا الصياح في الشارع وبدا الناس مفزوع. طلعت ما خدتش ولا حاجه الا النظاره بتاعي والموبايل بتاعي. طلعت لقيت المياه بتدخل للبيت تزلزل في الـ في الـ في الابواب الحديديه. انا وصلت هنا بالضبط رابع سلمه هنا ياهي الباب هذا خبط في السصف دفع المي. ما قلت طلعنا طبعا معنا نساء معنا اطفال طلعنا الى الدور الرابع. دقائق شفنا دينا المي هديت. بعد ثلث ساعه ابني تم يصيح فوق ويقول جايه موجه اكثر اكبر من الاولى. رجينا احنا للدور الخامس طلعنا عندنا 100 جاري بدعمش روحه كبات عطينا سلوم نزلنا على السطح الثاني عندنا لغايه ما بعد الفجر. ما بعد الفجر جونا شباب وطلعونا شباب متطوعين احدهم فاقد عائلته بالكامل. شفت عينك يعني الله غالب الله غالب الحمد لله. انا بالنسبه لي اسرتي الحمد لله لم افقد احد.